اهلا وسهلا فيكم متابعين قناه خطسير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. هذه القناه قناتكم، اذا عندكم اي مكان حابين تشوفوه خبروني عنه وانا ان شاء الله بوصل له بعملكم عنه فيديو مميز. بحب اذكركم دائما بالاشتراك بالقناه وابداء الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه وما تنسى زر الجرس. انا ليش دائما بذكركم بالاشتراك بالقناه؟ لانه هاي القناه حابين نوسعها وحابين نوصلها لاكبر عدد ممكن من المتابعين. انا كثير بواجه في قرئ للايميلات ولل اللهم صل على سيدنا محمد، معلش لانه انا على الشارع والناس كلها مسرعه هون. انا على فكره انا هلا في دبوق. على كل، انا كثير ناس بتحكي لي احنا بالصدفه لقينا القناه، بالصدفه لقينا القناه. هذا يعني بصراحه شيء بيحزنني وبيخليني اتضايق، لانه هدف القناه واضح. يعني احنا ناس حابين نوصل هاي الاماكن اللي للناس اللي مش قادر تشوفها، للناس اللي لو دوروا باليوتيوب ما راح يلاقوا هاي الفيديوهات اللي احنا عمالنا بنصورها. ليه؟ لانه احنا مختصين في اماكن في الاردن، يعني كل الاماكن اللي بدك تشوفها في الاردن احنا جاهزين لحتى نصور لك اياها. لهيك بتمنى من الجميع انه ينشر، يعني شوف الفيديو عجبك، الفيديو شفت محتوى جميل، بتمنى منك انك تنشره لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. على كل، اليوم احنا مشوارنا على قرية ام الاسود. قرية ام الاسود من القرى القريبة جدا من دابوق. احنا هلا في دابوق على فكرة، جيت حسب النافيجيتر اليوم يوم سبت والازمة كثير قوية كانت في الشوارع، يعني انا استغربت، يعني يوم عطلة على الاقل للدوائر الحكومية، ومع ذلك لقيت الشوارع كثير مزحومة بالسيارات. على كل، طلب مني هذا الفيديو المتابع او المتابعة ما بعرف، هلا بيكم. يعني انا حكيت قبل هالمرة كثير يا ريت الكل يعطيني اسمه لحتى يظلوا هذا متوثق باسمه، لحتى هذا الفيديو يظلوا متوثق باسمه. انا ما بعرف كيف ينزلني هذا، بيت ولا مش بيت، والله ما انا عارف. خليني انزل، اي واحد وراي على فكرة مضايقني كثير. هاي وحفر، احنا في دبوق، شوف الحفر، يعني نفس الكلام انا بضلني اعيده. هذه طريق اللي بتودي على الفحيص، يعني جابني النافيجيتر من طريق من عند المدينة الطبية. هي دخل لي كمان واحد، يعني ما بعرف، شارع صعب. يعني لو بعرف كان جيت من دبوق، انا عمري ما دخلتها يعني بحياتي، يعني لو جيت من نفس دبوق كان افضل. ما بعرف هي كيف راح اقدر اطلع هلا من هون، صعب جدا الطريق. يعني لو بعرف ما جيتها، انا ما بحب هاي الطرق، لانه هذا الخطين الموجودين هذول بالاصفر معناته انه هاي الطريق جزيرة، يعني هم مش بانيينها بس جزيرة وسطية، بس للأسف هيك اعطاني النافيجيتر. على كل، هذه القرية من القرى الجميلة جدا الموجودة في بلدنا، وقريبة جدا من عمان ومن الفحيص ومن صويلح، يعني منطقة قريبة جدا، منطقة زي ما قريت عنها جميلة جدا. كل المناطق الموجودة في محيط مدينة الفحيص وماحص كلها مناطق جميلة جدا. هذه المنطقة تابعة لمنطقة بدر الجديدة، واللي بده يشوف بدر الجديدة طبعا منطقة جميلة جدا. أنا نزلتها بالفيديو، يعني صار يمكن نزلها 3 شهور، عملت لها فيديو جميل جدا وكانت جولة رائعة وأنا حبيتها كثير، والحمد لله إني قدرت أرجع لقرية من قراها مرة ثانية بفصل الشتاء. إحنا هلا في شهر 3، يعني في فصل الشتاء بعدنا. وشوفوا، أنا هذا الحكي اللي حكيته بالفيديوهات الماضية، إنه الشتاء بالأردن كثير جميل. يعني أنا هلا في السيارة بسكر الشبابيك، صارت حر عندي كثير جوا. فامبارح كانت مطر وكانت الحرارة تقريبا 9 درجات بالنهار، فتخيلوا من 9 درجات في النهار لليوم تقريبا 17 درجة مئوية. هذا الحلو بالشتاء الموجود عندنا في الأردن، شتاء جميل جدا، بعطيك 2-3 مطر ويومين 3 شمس زي ما انتم شايفين. هذا الطريق زي ما حكيت بياخذنا من دبوق على منطقة الفحيص، وأنا طبعا سلكت هالمرة وصورت لكم المنطقة اللي على يميننا هاي اللي هي منطقة الحمر. كثير ناس ممكن بتسمع عنها وعمرها ما شافتها. على كل، الفيديو برضه موجود على القناة. أنا الحمد لله رب العالمين شملت كثير مناطق من مناطق الأردن، يعني شملت كثير مناطق ولسه في عندي مناطق كثيرة حكملها، وزي ما حكيت في فيديوهات سابقة لسه إلي رحلتي على الجنوب، يعني هذه الرحلة إلها طريقها ولها خطتها. إن شاء الله راح أطلع على الجنوب وأصور لكم الجنوب كامل، واللي إله أي مطلب في الجنوب يخبرني على البدري، لأنه مش راح أرجع مرة ثانية، حتكون الرحلة مكلفة بالنسبة لي وحتاخذ وقت طويل مني.
وهي اصلا الاماكن بعيده عني، بعيده كثير عن العاصمه عمان اللي انا بقطن فيها. لهيك انا بطلب من الجميع اللي عنده اي طلب موجود في الجنوب، انا في عندي شويه طلبات من الجنوب من اول، فانا مخبيها لهلا. مثلا الباديه الاردنيه طلبها مني سيد سلطان ال هيك اسمه، فانا مش ناسي ولا شيء، بس عشان اعمل لك الفيديو صح لازم اروح على المناطق اللي انت طالبها. لهيك بدي من الاخوان كلهم والخوات اللي مشاركين بهاي القناه وحابين يشوفوا اماكن جميله في الجنوب يخبروني عنها، ومنها بتكون مرجع لإلي، يعني انا عارف وين رايح وعارف المنطقه اللي بدي اياها حتى احضر لها كويس. على كل إن زي ما انتم شايفين منطقه جميله، العشب بلش يطلع عندنا بالبلد. انا مش هتكلم عن المنطقه لحتى اوصلها، انا هلا بدي اقول لكم على الطريق لانه هذا الطريق جميل جدا. الفحيص انا عملت لها فيديو كان جميل جدا. في احد المتابعين بيحكي لي يعني انزل من السياره وفرجينا، احنا ما شفنا شيء بالفحيص. انا برد عليه انه في عندي فقرات ان شاء الله جديده حتنزل على القناه وراح تبهرك وراح تبهر الاخوان المتابعين، يعني انا مش راح اضلني على نفس السيستم هذا ماشي، ان شاء الله في تغيير. طبعا هذا اساس القناه راح يضل، بس راح ازيد عليه فقرات ثانيه، وان شاء الله ان شاء الله راح تبهركم، راح تكون جميله جدا وراح تعرفكم اكثر واكثر على عمان وعلى شوارعها. انا النافيجيتر معطيني هون ام الاسود، يعني انا مستغرب بصراحه لاني انا بعرفش ام الاسود، معطيني هذا هو مركز ام الاسود، فاذا انا حدخل على اي حي يا على اليسار يا على اليمين لانه معطيني المركز هون، فاذا انا بعرف انها بين دبوق وبين الفحيص، بس وينها بالضبط انا ما بعرف. على كل انا حدخل على اليسار هيك بعتبر انه انا موجود في ام الاسود لانه النافيجيتر معطيني هون المركز. طالما هون المركز فاذا هذه المنطقه، هذا نصب لطياره هون موجود، طياره حربيه بتوقع من حروبنا مع العدو الغاشم. يعني ما شاء الله منطقه جميله، انا مش عارف هلا حتى فيش مكان لاروح له لا يمين ولا يسار. خلينا نشوف شو ممكن نعمل هون، انا بصراحه مش عارف شو بدي اسوي، يعني مش لاقي طريق اللي ادخل منها لا يمين ولا يسار. انا حدور يعني اي فتحه راح تطلع معي راح ادخلها، بس شوف المنظر العام ما شاء الله ما اجمله، يعني منظر عام جميل جدا، يعني منطقه جميله جدا من المناطق الجميله جدا. انا اللي بعرفه انه على يمين الحمر، يعني مش عارف ادخل على اليسار من الدوار وانزل تحت، حنزل من الدوار خلاص قررت على هيك. اللي بيعرف اسم هذا الدوار يخبرني، يعني شكله جميل، بتوقع هاي السوسنة السوداء بتوقع، والله اعلم ما بعرف، عاملين لها زي شيء جميل، بتوقع هذه المنطقة لأنه على اليمين الحمر وإحنا نازلين، فإذا مش راح تكون الحمر. أول شيء راح بلش لكم فيه اللي هو سبب التسمية. سبب التسمية هاي زي ما أنا شفت تقاريرها، أنا شفت تقارير وقرأت عنها لبعض الكتاب من سكان هاي المناطق. سبب التسمية بيعود لزيارة جلالة الملك لهاي المنطقة، وسمى شعبها بالأسود وسماها أم الأسود لأنه شعبها كلهم أسود. هذا هو سبب التسمية اللي أنا لقيته وأنا عمالي بدور عليه. ما شاء الله بدي أقطع الكلام عن المنطقة، شوفوا ما شاء الله الزيتون، يعني طول ما احنا ماشيين على إيدنا اليمين زيتون وعلى إيدنا اليسار زيتون، وهناك قدامنا في شجر الصنوبر اللي مشهورة في سيرو، آسف، اللي مشهورة الصنوبر وسيرو على فكرة اثنين مع بعض، اللي مشهورة في جبال عمان وجبال الأردن بشكل عام. طبعا المنطقة تابعة لمنطقة بدر الجديدة وبتطل على وادي شعيب، يعني انت هلا في مناطق معينة منها توقف راح تشوف وادي شعيب، يعني هذا شيء كثير جميل، وبتشتهر بشجر البلوط وبتشتهر بشجر الزيتون زي ما شفنا شجر الزيتون. طبعا البلوط حتلاقيه في الغابات، وين ما تحط عينك راح تشوفه، يعني ما شاء الله. انا مش عارف هلا على اليمين ولا دغري، انا حروح على اليمين لانه انا شايف طلعة من هون، ما بديش اكون بعيد عن المنطقة، فلهيك انا حطلع من هون. هذا الاخ ولا شايف شيء بالمرة للأسف، يعني الله يعينه، شكله زلمة مهموم كثير، الله يعينه. فانا ما حد يجي يقول لي انت طلعت من ام الاسود، انا ما بعرف، انا احاول اعمل لك قد ما بقدر من الطرق اللي انا عمالي بشوفها. طبعا هي عبارة عن قرية من ما يقارب 13 قرية بتحيط فيها، منهم ها مش كلهم طبعا، لغروس وسويفة وابو الملح
ومنطقة الحديب، يعني هاي مناطق اللي هي القرى اللي جاية حواليها تقريبا منطقة البلال، يعني منطقة البلال هذه من المناطق المحيطة فيها، القرى المحيطة فيها. طبعا هي قرى كثيرة، أنا عديت لكم بس أعطيتكم مثال عليها، وهي بتقع غرب عمان، يعني هي غرب عمان مشهورة بطبيعتها الخلابة، يعني زي ما شفتوا الطبيعة ما شاء الله جميلة جدا. أنا بتطلع من هذا الشارع الصغير طلع منه الناس لأنه عجبني، زي ما عودتكم أنا بحب كثير أطلع الجبال، يعني بعشق الجبال بطريقة غير طبيعية سبحان الله. يعني هذه أهم المعلومات عن هاي المنطقة، هلأ هنعلق لكم عليها نفسها. شوفوا كيف يا حرام الشجر انكسر من الثلج الأخيرة، يعني الثلج الأخيرة ما شاء الله جاب الثلج كثير بفترة بسيطة جدا، وإحنا أصلا يعني الكل بيعرف أنه مناخ الأردن شبه صحراوي، فمنتوقعش هذا الثلج كل يوم، فللأسف تكسر منه كثير من الشجر الموجود عندنا، حتى جناين بيوتنا تكسر الشجر اللي فيها، يعني احنا بنلومش حد عليه. خلينا نشوف هلا وين على اليمين، لا ما في شيء، نروح على اليسار نشوف، حتى نطل ونشوف عن طريق الكاميرا ان عاليين ممكن نكشف اكبر قدر ممكن من المساحة، يعني بنشوف اكثر لما نطلع على الجبل. بس الظاهر انه هذه شوارع صغيرة، هي على يساري بتوقع هذا احنا بنسميه شجر الدبيق ولا ما بعرف شو بسموه، لانه بيطلع سائل هيك زي الصمغ. فحروح على اليسار هلا، هاي في قدامنا مسجد، انا بتوقع انه هاي الاماكن مريتها لما جيت على بدر الجديدة، والله اعلم انا مش خبير، بس ممكن. شوفوا ما شاء الله يعني غابات، فيها غابات، منطقة جميلة جدا. واحنا على فكرة في عمان، لانه بدر الجديدة تابع لعمان، واحنا مش كثير بعيد عن دابوق، يعني شوفوا ما شاء الله تغير المنظر كله، راحت الأزمة اللي أنا كنت فيها، صرت أشم بس روائح الزهور والأشجار اللي حوالي. بس للأسف يعني الناس بعدها بتكب الطمم على جناب، يعني هذه غابة، يعني المفروض الواحد زي هذا، أنا لو أنه أنا مسؤول هذا بحط ناس تراقب، الواحد زي هذا بكب طمم على جنب الشارع لا يقل عن 1000 دينار غرام وحبس، المفروض نحبس كمان، يعني غير المنظر، خرب المظهر العام للمنطقة الجميلة هاي اللي احنا فيها. شوفوا ما شاء الله كلها غابات، يعني انا ان شاء الله يعني في الاوقات الجاية اذا قدرت بصير انزل وامشي في الغابة نفسها، يعني شيء جميل جدا. انا هيك كنت اعمل، كانت رياضتي المحبذة في اوروبا، كنت احب امشي بالغابات، يعني شيء جميل جدا بصراحة. شوفوا احنا في عمان، احنا في عمان، انا بركز على كلمة احنا في عمان كثير، احنا بعدنا في عمان. شوفوا ما شاء الله فيلا جميلة على يميننا، يعني ما شاء الله جميلة جدا. يا ريت، انا بتمنى من الله يعني كل الشوارع تكون زي القطعة الصغيرة اللي قدامنا هاي، هذا هو اللي انا طلعت فوقه، تكون الشوارع بهاي الطريقة. انا جيت من اليسار بدي اكمل على اليمين، انا جيت من اليسار حكمل من اليمين. انا يعني شوفوا يعني حتى لو الواحد ما شملت المنطقة كاملة، انا بعطيك فكرة عنها، هذه طبيعة ام الاسود، هذه طبيعة ام الاسود اللي انا بسمع فيها، انا عمري ما دخلتها. وعلى فكرة لما قرأت سبب التسمية استغربت، لانه انا ما كنت اعرف انه كان لها اسم ثاني انا بعرفوش. يا ريت الاخوان اللي بيعرفوا عنها اي شيء يعلقوا لنا في التعليقات. انا حكيت لكم قبل هالمرة انه المعلومات والتاريخ كثير قليل عندنا في الاردن لمناطق عمان ومناطق الاردن، فانا عمالي بأرخ صوت وصورة، بتمنى من الناس تساعدني في التعليقات يحطوا معلومات أكثر وأكثر. أنا إن شاء الله لقدام شوي بدي أحاول أوثق حتى الويكيبيديا، المعلومات اللي جمعتها وأجمع الكل عليها بدي أحاول أوثقها في الويكيبيديا، لأنه حرام نضلها مناطقنا هيك من غير تاريخ. أنا طبعا لفيت ورجعت، حطيت على النافيجيتر مسجد أم الأسود، فرجعني مرة ثانية ورا. أنا جيت صورت هاي المنطقة وأنا نازل، بس ممكن تكون القرية أنا ما شفتهاش، ممكن لهيك أنا راجع مرة ثانية على المسجد أم الأسود، لأنه طالما اسمه مسجد أم الأسود موجود في منطقة وقرية أم الأسود. على كل، نحن كنا نتكلم عن التاريخ، يعني بتمنى من الناس دايما يساعدوني، وبتمنى حتى أي واحد فيكم إذا بيقدر يأرخ هاي الأمور على ويكيبيديا. الحلو في ويكيبيديا تقدر إنك تحط المعلومات اللي عندك، بس بتمنى إنه نلاقي واحد أو نلاقي مجموعة عنها تشتغل على الويكيبيديا وتنزل معلومات أكثر عن مناطقنا اللي احنا بنحبها بالأردن، لأنه للأسف يعني المعلومات قليلة جدا، ومش دائما الويكيبيديا اللي بندخل عليها بنلاقيها صح. ف
فيا ريت يعني انا شفت كثير كتاب ما شاء الله عليهم، كتاب ممتازين دائما بيكتبوا عن مناطق معينه او مناطقهم بطريقه ممتازه جدا. يعني هذول الكتاب يا ريت انهم بس يساعدونا، لو كل واحد يكتب عن منطقته المعلومات اللي 100% صحيحه ومحطوطه في يعني هو متاكد منها ويحطها على الويكيبيديا. هذا هو دوار السوسنه، رجعت منه مره ثانيه لانه اعطاني انه ام الاسود، مسجد ام الاسود لقدام شوي، يعني قدام بعدين يمين، يعني منطقه الحمر. انا على كل الحمشي وراه مره ثانيه، فرصه نصور اكثر، فرصه نشوف اكثر. طبعا هذول بايعين القهوه السائله، يعني حكيت عنهم كثير، شباب يعطيهم الف عافيه، بس لاحظت ملاحظه في الاخير، ملاحظه سيئه انا ما عجبتني، انه اغلبيه هاي المقاهي صارت تتضمن مبالغ كبيره كثير لاخواننا من جنسيه عربيه. يعني للاسف يعني احنا شبابنا، انا بنبسط لما بشوفهم بيشتغلوا لو شو ما كانت اي شغله. يعني ليش صاحب القهوه هاي بيطمع اكثر بالمصاري وبيعطي بضمن لاخواننا العرب، مع انه ممنوع انهم يعني حسب القانون الاردني انا قريته بخصوص هاي الامور، انه ممنوع انه يشتغل غير في بعض الاشغال اللي احنا محتاجينها. فليش يعني ما ياخذوها شبابنا؟ يعني انا مستغرب ليش ما ياخذوها شبابنا بصراحه. يعني انا شريت منهم كثير وبلاقيهم بالاخص خارج عمان ما شاء الله عليهم، يعني شباب زي الورد وبيساعدوك. هذا الشارع شكله مغلق؟ لا والله مش مغلق، هذا السيرفيس اللي ماشي فيه بتوقع هذه منطقه. خلينا نقرا على السيرفيس، لانه اذا قرينا على السيرفيس بنعرف احنا وين. بدر الجديده خلده، ما هي احنا حكينا نتابع على بدر الجديده. يعني والله من عارف شو بتعمل، يعني اطلع لقدام شوي بعدين لف. يعني للاسف يعني مش شو راح تكلفك. يعني على كل زي ما حكينا احنا هي تابع لبدر الجديدة، يعني لما شفنا على السيرفيس كلمة بدر الجديدة يعني بضواحيها، بدر الجديدة بضواحيها. أنا قرأت عن شوية مشكلات موجودة فيها للأسف، يعني بعرفش، بتمنى أنها تكون حلت، مثل المواصلات العامة، يعني ما عندهم مش باصات ثابتة اللي بتاخذ الناس من هون وبتطلعهم. بس بتوقع احنا جنب الفحيص، يعني احنا جنب الفحيص، بتوقع باص الفحيص بمر من هون. يعني أي شخص بده يطلع من ال بعرفش انا ادخل، والله حاب ادخل على اليمين لانه النافيجيتر معطيني شمال، بدي ادخل على اليمين لانه شفت هاي المنطقه جميله. بتوقع احنا هلا في ام الاسود عمالها بنلفلف، لانه انا حطيت مسجد ام الاسود، لهيك هو عماله بدور لي على مسجد ام الاسود. يعني ما شاء الله احنا بنتكلم عن قريه، انا مش شايف قريه، يعني ما شاء الله كلها فلل، يعني حال قرانا الثانيه. كثير ناس من اهل عمان حبوا المناطق، اجوا اشتروا فيها وعملوا فيها الفلل زي ما انتم شايفين، يعني فيها كمية فلل كبيرة ومنطقة جبلية جميلة جدا كلها شجر. بس للأسف أنا ما بعرف، يعني هذه غابة، هاي الفلل يعني اشتروها من الحكومة مثلا الأرض، ولا اشتروها من الناس؟ يعني ما بعرف، يعني هي كانت أراضي مملوكة للناس. أنا حلف وأرجع لأنه أنا بتوقع حالي حدخل على الحمر، لأنه هذه منطقة الحمر أنا مصورها ومتذكر شكلها كويس. هذاك هو مسجد ام الاسود اللي قدامنا، انا حمر من عنده، وعندي مكان ثاني ان شاء الله برضه جميل طلبوا مني او طلبته مني المشترك هلا بيكم، اللي هي ام عبهرة. انا طالع ان شاء الله من ام الاسود لام عبهرة، وبنحكي قصة ام عبهرة ان شاء الله لما نوصلها. انا هرجع مرة ثانية عشان امر من عند مسجد ام الاسود عشان اكون متأكد 100% اني مشيت في ام الاسود، وبعدها حطلع على ام عبهرة اللي هي تابعة على مرج الحمام. انا بس اوصل لهون ان شاء الله، عجبني الشارع اللي تحت هصور لكم اياه، ومنها راح اضلني طالع على ام عبهرة. هلا معطيني يسار، هذا هو المسجد، يعني انا في ام الاسود. انا على فكرة يعني لما كنت اسمع ام الاسود انا افكرها على طريق المطار، فطلعت هون يعني قريبة جدا، هي موجودة هون، هي الشارع الرئيسي قدامنا. بدي ارجع على الشارع اللي حكيت لكم عنه، هذا هو الشارع لما دخلت شفته عجبني، يعني شوفوا ما شاء الله يمين يسار كلها بيوت جميلة، فيلل، شارع عريض، يعني بتمنى كل شوارع عمان تكون عريضة بهالشكل هذا. يعني ما شاء الله بنى جميل جدا، فيلل، اشجار. للاسف الشوارع، يعني بديش اضلني اتكلم على الشوارع، تكلمت كثير. هاي ارض هاي مثلا فاضيه، هاي فاضيه يمكن عشان عليها برج،
يعني ما شاء الله شجر الزيتون الجميل. هذه مدرسة وروضة بدر الجديدة. احنا زي ما حكينا هي تابعة لبدر الجديدة، لهيك يعني راح نلاقي كلمة بدر الجديدة كثير. واي واحد بيعرف عن المنطقة هاي اي شيء ياريت يخبرنا، يعني ياريت ينزل على التعليقات ويخبرنا ويحكي لنا المعلومات اللي عنده. انا قلت لكم قبل هالمرة انه ان شاء الله ناوي افيد اكبر قدر ممكن من الناس، واعمل جهد اني اشتغل على الويكيبيديا، انزل المعلومات اللي انا جمعتها والصحيحة 100% ونزلها على الويكيبيديا حتى الناس تستفيد منها، لانه الويكيبيديا بالنسبة للاردن فقيرة جدا، يعني فقيرة جدا. انا كنت اشوف يعني حتى المدن الكبيرة عليها معلومات كثيرة، بس كنت انزل على مقالتين ثلاثة صحفيات الاقي فيهم معلومات اكبر بكثير من المعلومات الموجودة على ويكيبيديا. ويكيبيديا بتعطيك المعلومات شبه عامة لانه الناس اللي بحطوها، يعني محطوطة من قبل الناس مش من قبل الناس مختصة، يعني اي واحد بدخل على الويكيبيديا بحط. لهيك ان شاء الله راح اصير ارخ لكم هاي الامور. ولهون بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، ومع الف سلامة.